قام الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر تركيا على لسان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب أنها أصبحت طرفاً مباشراً بالحرب ضدها، وأنها تدير غرفة عمليات في العاصمة طرابلس يقودها ضباط أتراك، بعضهم مختص في قيادة الطائرات المسيرة التي وفرت غطاء جويا للمجموعات المؤيدة لحكومة الوفاق للسيطرة على مدينة غريان. هناك البارح ضربات جوية مكثفة على عدة أهداف داخل مدينة غريان وعلى أطراف مدينة غريان، كما هناك غارات جوية أخرى الليلة البارحة على أهداف وتمركزات للعدو الإرهابي في محيط مدينة طرابلس. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر اتخاذ حزمة من الإجراءات ضد التدخل القطري والتركي في العاصمة طرابلس، والذي أسفر عن دمار كبير وقتلى في صفوف المدنيين على حد قول قوات حفتر، والتي أصدرت تعليماتها للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية بالتنسيق مع القوات البرية. من جهة أخرى، أعلنت حكومة الوفاق الوطنية التي يقودها فايز السراج أنها ضبطت أسلحة إماراتية وأمريكية محرمة دوليا بحوزة الجيش الوطني على إثر معركة مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس. والله دور التصنيع هذه أمريكية وهذه الصينية، والعقود اللي مكتوبة عليها من دولة الإمارات العربية المتحدة للأسف. واعتبر الناطق باسم الجيش الوطني أن قوات حفتر فقدت غرفة عملياتها الرئيسية وانكسرت شوكتها وقطعت خطوط إمدادها، لافتا إلى أن الباب الجنوبي لطرابلس قد أصيب في وجهها. الباحث في العلاقات الدولية السيد هاني سليمان ينضم إلي عبر سكايب من القاهرة. أهلا بك سيد هاني. أولا يعني أذكر أنك من بين الأشخاص الذين كانوا يقولون إن ما يجري من محاولات لاستعادة السيطرة أو للسيطرة على طرابلس هو محاولة لتعزيز حفتر من يعني قوته وموقفه قبيل أي مفاوضات. هل الصورة الآن لا تزال على حالها ونحن نتحدث بعد أكثر من شهرين على بداية هذه الحملة؟ كان هناك مباحثات وحل سياسي مطروح، لكن اقدام المشير خليفة حفتر في اول ابريل على هذه العملية لتحرير طرابلس وما حولها هي عملية استهدف بها الوصول لخطوات متقدمة فيما يتعلق بالحل السياسي، او ربما يستطيع ان يقلب الطاولة بشكل مباشر ويسيطر عسكريا، لكن هو مثلها مثل سوريا فان الأمور على الأرض خاضعة لحرب بالوكالة وبعض الأطراف. يمكن ذكرنا قبل كده اللي كان في بعض الطائرات التي تم إسقاطها احتوت على يمكن طائرين مرتزقة من كولومبيا وأوكرانيا، أنا أتذكر جيدا، فبالتالي يمكن الأوضاع لا تسير بهذا الأمر. وأيضا الطائرات التركية التي كانت تدخلت في غريان وأحدثت خسائر قوية في قوات حفتر هو بالتأكيد دور للدعم القطري والتركي فيما يتعلق بالأوضاع على الأرض. إذن الأوضاع الآن لا تسير كما توقع حفتر، أو ربما كل قدرة على الإنجاز والسيطرة لم تعد تسير وفقا للنتائج الإيجابية التي تحدثت في بداية العملية. الوضع الآن أصبح متوازن، أو ربما بعض الأمر في كفة الوفاق. سيد هاني، إلى أي مدى يعني سيطرت حكومة الوفاق والموالين لها على غريان هي بالفعل مسألة استراتيجية وغيرت في حسابات الطرفين وفي المعادلة بشكل عام؟ يمكن مدينة غريان مدينة استراتيجية ونقطة مركزية كبيرة فيما يتعلق بالانتشار والسيطرة على مراكز القوى فيما يتعلق بالحرب الموجودة الآن بين حفتر والوفاق. يمكن تعرض حفتر لخسائر في غريان يمكن 70 عربة عسكرية وأكثر من 150 مسلح تم أسرهم. يمكن الوفاق تحاول السيطرة على حركة النجاحات الليبية لقوات حفتر في الفترة الأخيرة وإعادة توازن القوى فيما يتعلق بالانتشار والسيطرة على طرابلس من جديد، وخاصة أنها كان السيطرة على غريان أساس للتقدم في منطقة القصرات والصبيعة القريبة في المحور الغربي وأيضا في محور وادي الربيع وعين زارة، وبالتالي ده بيشكل
نقاط إيجابية فيما يتعلق بحكومة السراج، لكن لا أعتقد أن هذه النهاية الأمور شد وجذب طالبان وتركيا من جانب حفتر. هذه الاتهامات لتركيا تحديدا والتي برزت بعد إعادة السيطرة على غريان، هل هي بالفعل دقيقة؟ كيف تضلع تركيا في هذه الحرب، خاصة أن هناك اتهامات يعني من الجانب الآخر لدول خليجية أخرى مثل الإمارات والسعودية تدعم حفتر؟ يمكن هناك اتهامات طوال الوقت بين الطرفين، لكن دعني أقول أن موقف المصري والإماراتي والسعودي واضح فيما يتعلق بالحفاظ على الدولة الوطنية والجيش الوطني، فبالتالي التدخل الإماراتي والمصري منطلق من الحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على وحدة الدولة الليبية باعتبارها دولة عربية، فبالتالي هناك قناعات ومنطق في هذا التدخل. لكن يعني ما هو جدوى ومنطق تدخل دولة مثل تركيا وفيما يتعلق في الداخل الليبي وإثارة مثل هذه الأمور؟ فبالتالي يعني هناك أهداف مختلفة فيما يتعلق بالجانب التركي، ويمكن التقارير تحدثت عن تدخل تركي وقطري منذ البداية، ويمكن زي ما قلت لحضرتك وجود مرتزقة من كولومبيا وأوكرانيا وغيرها من الدول، لكن بعض التقارير أثبتت وجود بالفعل يمكن 16 خبير تركي موجودين على الأراضي الليبية، ومنهم مسؤولين على مستوى رفيع مثل الفريق عرفان أوزيرتل، وهو يعني متخصص وموجود في الجانب الليبي وله تأثير كبير على تحرك قوات الوفاق، فبالتالي هناك دلائل على وجود قوات تركية، وبالتالي كان لها دور في تبديل الموازين وتحرك الأوضاع على الأرض. أشكرك جزيل الشكر السيد هاني سليمان الباحث في العلاقات الدولية، وقد حدثني من القاهرة.